But your statement says that, as far as you're concerned, they threatened to kill you, and you stand by that. Yes, they tried to kill me. لقد حاولوا قتلي داخل السفارة. بهذه الكلمات اختصر الناشط البحريني موسى عبد علي ما حصل له داخل سفارة البحرين قبل بضعة أشهر. موسى توجه برفقة محاميه إلى مركز للشرطة البريطانية وتقدم ببلاغ اتهم فيه موظفين في السفارة بمحاولة الشروع بقتله. الحادثة وقعت أواخر شهر يوليو الماضي عندما اعتلى الناشط سطح السفارة احتجاجا على عزم سلطات البحرين إعدام ناشطين بحرانيين. كان واضحا يومها أن موسى كاد أن يلقى حتفه في سيناريو مشابه لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. لكن الشرطة البريطانية حسمت الأمر واقتحمت مبنى السفارة برغم الحصانة الدبلوماسية لتنقذ الناشط من موت محقق. قدمت دعوة على اللي حصل لي في سفارة البحرين عندما اعتصمت فوق السفارة بوقف إعدام اثنين من الشباب البحرينيين المعتقلين اللي مارس بحقهم التعذيب في سجون البحرين. الحادثة والبلاغ المقدم للشرطة حظيا بتغطية إعلامية واسعة داخل بريطانيا وخارجها، مما يعزز آمال موسى عبد علي بمعاقبة الجنات ومن أصدر لهم الأوامر بمحاولة قتله.